وزير الشباب والرياضة بعد إجراء القرعة وضع كأنما مبادرة أو شوف شلون نسميها بدعم الأندية متأخرة. متأخرة نعم متأخرة. ليش أنت اليوم أنت في حالة المساعدة؟ كل الأندية تحتاج مساعدة من الفرق. كل الفرق محتاجة مساعدة، 90% من الفرق تحتاج مساعدة. اليوم أنا حتى اللي راح يروح قلت لك أنت مجرد هو إكمال الدوري بأقل الخسائر، في ذلك تفقد قيمته. أما أنت اليوم طلعت القرعة وخمس فرق ما شاركت، يعني أعتقد نرجع المربع لو وين شاركوا. لازم عدم لازم أكون نزور خمس فرق، فلذلك هي راح تتحاشى الفرق هذا الموضوع، ونصها أنا أقول لك نصها مبدئيا تعرف عدم المشاركة. لذلك أنا بعض الفرق قالوا لي قبل شهر راح تصير خيارية وما راح نشارك، إذا تريدون استعانوا بلاعبيننا. هو السؤال لوزير الشباب والرياضة اللي يريد يدعم الأندية المشاركة بالدوري، يعني اليوم أنا وزير إذا أريد أدعم الأندية المشاركة لو المنسحبة، هو من اللي راح ينفق أموال؟ مو هاي الأندية اللي راح تروح لشمال العراق وراح تبقى 20 يوم تحتاج إقامة وسفر وفندق وتفاصيل السفر الكثيرة. فأنا كوزارة شباب ورياضة أدعم النادي المنسحب اللي ما يريد يشارك، اللي ما عنده طموح أصلا بالمشاركة، لو أدعم النادي اللي إلى رغبة ويشارك بالدوري العراقي؟ هذا واحد. اثنين، وين كنت؟ ليش الخطوة متأخرة بعد أن أفرزت القرعة وطلعت النتائج وكل فريق عرف مهامه؟ الآن دخلنا بمربع مشاكل جديدة بعد إعلان الدعم، إعلان الدعم الإعلامي اللي هو أصلاً ما أعتقد بعيد عن الحقيقة، مثل تصريحاتك السابقة بدعم نادي الطلبة قبل الهبوط وما شفنا شيء. فبالتالي الوزارة يجب أن تكون رزنة بتصريحاتها، مو فقط لأن تخلط الحسابات على لجنة المسابقات وباقي الأندية.